النهارده ذكرى رحيل واحد من الشخصيات المحببه الى قلبي بشكل كبير جدا جدا، ومحببه الى قلب كثير من المصريين، مش بس الاهلاويه، لا كتير جدا من المصريين. النهارده ذكرى رحيل المايسترو صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الاهلي، اللي في فتره رئاسته للنادي الاهلي استلم هو شخصيا نيابه عن كل جمهور ولاعبي او لاعبي النادي الاهلي جايزه لقب نادي القرن الافريقي. المايسترو صالح سليم ليه باع طويل جدا في الملاعب، ليه باع طويل جدا في اداره النادي الاهلي، وقلب النادي الاهلي من نادي رياضي الى منظومه استثماريه، منظومه اقتصاديه بتساند الكره في النادي وبتساند الرياضه المصريه، وليه باع كمان في الفن. الشموع السوداء في وقت كان يعني بنات كتير في مصر بيبصوا لصالح سليم ان هو الجان. فالنهارده ذكرى رحيل المايسترو العظيم صالح سليم، نفتكره دايما كمصريين مش أهلاوية بس. تعالي لحاجة أكبر مني ومنك، للناس، الناس اللي طول عمرك بتحبيهم. أنا من ساعة ما رجعت العزبة وأنا حاسس إن في حد بيراقبني. متأكدة إنك هتبعدي أي شخص أو أي حاجة أقول إن أنا مش عايزها؟ في مثل هذا اليوم 6 مايو رحل عن دنيانا مايسترو الساحرة المستديرة، نجم نجوم النادي الأهلي ورئيسه التاريخي، صاحب الأرقام القياسية صالح سليم. صالح سليم وداخل حلو وشوطة جميلة. ولد صالح سليم في 11 سبتمبر عام 1930 في حي الدقي من أسرة كبيرة، فوالده الدكتور محمد سليم أحد أهم أطباء التخدير في مصر، انضم لفريق مدرسة الأورمانة الإعدادية ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بالمدرسة السعيدية، ثم التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944 بعد أن اكتشفه الأستاذ حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي، ونجح صالح في إثبات وجوده وموهبته حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في 17 من عمره، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول أمام المصري عام 1948. استطاع صالح سليم أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها، كذلك حقق بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961 مع الأهلي. وعلى المستوى الدولي انضم صالح سليم إلى منتخب مصر عام 1950، وكان قائد الفريق الذي فاز ببطولة أمم أفريقيا عام 1959، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960. سجل صالح سليم 101 هدف في حياته الكروية، منهم 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و92 هدفا أحرزهم مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس. يعتبر صالح سليم من نجوم الجيل الذهبي القلائل الذين دفعتهم نجاحهم في المستطيل الأخضر بخوض تجربة التمثيل، حيث شارك في عدة أفلام وكانت بدايته عام 1961 من خلال فيلم السبع بنات إخراج عاطف سالم، وفيلم الشموع السوداء أمام الفنانة نجاة الصغيرة، وفيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة.